بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا موضوع الحمية عند أطفال التوحد. استخدام الحمية لطفل التوحد سؤال غالبا ما نسأل عنه. فأول شيء ننتظر من الشباب أنه يحضرون، وننتظر أيضا يقولون الصوت جيد أم لا. نعم، الحضور إخواني تسمعون الصوت إن شاء الله. أخوي أستاذ محمد حياك الله، أختي وحيدة كالقمر. نتكلم لكم اليوم عن الحمية عند أطفال التوحد. طبعا الحمية المقصود فيها بالنسبة لأطفال التوحد هي حمية الجلوتين وحمية الكاسين. طبعا في البداية نقول لكم أن موضوع الحمية واستخدامها في طفل التوحد موضوع ضبابي، لحد الآن لم يثبت بالعلم نفعه. هناك خلافات كبيرة من الناحية العلمية في قضية نفع الحمية لأطفال التوحد. فبالنسبة للحمية خلي نقول أول شيء الجلوتين. الجلوتين هو البروتين الموجود في الحبوب، يعني في الحنطة والشعير والمركبات التي تشتق من الحنطة والشعير، يعني الطحين وبكل أنواعه. معظم الحبوب فيها هذا البروتين اللي ما يسمى بالجلوتين. وأيضا الكاسين هو موجود في الألبان، بكل منتجات الألبان، فهو أيضا نوع من أنواع البروتينات الموجودة في الألبان. السؤال الأول اللي ينطرح، هل الحمية يعني الامتناع عن أخذ الجلوتين أو أخذ الحبوب أو أخذ الألبان ومشتقاتها، هل هو نافع أم غير نافع بالنسبة لأطفال التوحد؟ الجواب على ذلك أنه الحقيقة نسبة جيدة من الآباء يقولون أن أولادهم يستفيدون من تطبيق الحمية، قد تصل 20-30%، لكن نسبة أكبر يقولون إنهم جربوا الحمية بدون فائدة. هذا أولا، يعني الخبرة تقول هناك بعض الأطفال يستفيدون من الحمية وهناك نسبة أعظم لا تستفاد. يعني بتقديري حسب خبرتي اللي سألتهم 20% استفادوا، 80% ما استفادوا. زين، اللي يستفاد شلون تكون صورة الفائدة؟ الفائدة يشوفها بأحد الأمور التالية. بعضهم يقول إن الأمعاء تحسنت، خاصة اللي عنده مشاكل في الأمعاء كالآلام في البطن والنفخة والإسهال أو الإمساك. والبعض الآخر يستفاد من زيادة قدرة الطفل على الانتباه والإدراك. البعض الآخر تقل عند النرفزة والعصبية والانفعال ونوبات العصبية. والبعض استفاد في طريقة النوم، فكان النوم أكثر هدوءا وأقل، يعني نقول عليه ما يقعد في الليل، يعني ما يكون نومه مقطع، إنما يجره نوم طبيعي. هذول اللي استفادوا. اللي ما استفادوا ما وجدوا أي شيء من هذه السمات أو هذه السلوكيات أو هذه المنافع في الأطفال. هناك ترابط أيضا، طبعا ما هو، يعني العلماء يعتقدون أن هناك ترابط بين ما نأكله ووظائف الدماغ وسلوكياتنا اللي تظهر على سلوكنا اليومي. الموضوع معروف أن الربط بين الأمعاء وبين السلوك الإنساني أو بين الراحة النفسية معروفة، أنه الإنسان دائما عندما يكون أكله صحي غالبا تكون قدراته الذهنية جيدة. لذلك أنه متوقع أن يكون طبيعة الطعام لها علاقة بصحة الإنسان عموما. لكن ما هو مفقود لحد الآن، هل لطبيعة الطعام تأثير مباشر على التوحد نفسه وعلى السلوك التوحدي وعلى مشاكل السلوك اللي تظهر عند طفل التوحد؟ البحوث اللي أجريت لحد الآن ما تقدر تثبت هذا. لكن المشكلة اللي عندنا، طبعا هذا الموضوع فتح منذ عقدين من الزمن، يعني تقريبا نهاية التسعينات
تم الانتباه على ترابط طعام الطفل وسلوك التوحدي وشدة السلوك. المشكلة أنه الشركات غالبا تصرف على البحوث التي تستفيد منها، لكن هذا البحث مع الأسف غالبا ما تستفيد منه شركات، لذلك البحوث الحقيقية الموجودة معدودة في قضية نفع الحمية لأطفال التوحد. ما نريد نعقد الموضوع عليكم لأن أنتم تريدون الخلاصة والزبدة من هذا الموضوع. احنا نقول في التحاليل اللي عادة نجريها لأطفال التوحد، عندما نقيس مستوى الأجسام المضادة للأطعمة أو ما يسمى بالآي جي جي في الدم من خلال ما يسمى بفحص البصمة الغذائية للطفل، نستطيع أن نشوف أنه كثير من أطفال التوحد لديهم تحسسات من أطعمة كثيرة. ولكن على الرغم من وجود هذه التحسسات، وقسم منها قد يكون كبير بدرجة عالية عالية الشدة مثلا درجة 4 غالبا، نجد أن الطفل حتى عندما نمنعه من الطعام اللي متحسس إلى الطفل ما يحصل عنده في التغيير في سلوك التوحدي. وعموما هؤلاء الأطفال حتى اللي نسوي لهم تحاليل وتظهر عندهم تحسسات منوعة من الأطعمة مثلا من أو من الفستق أو من بعض الخضروات أو بعض الأسماك أو من الطحين أو من الألبان، على الرغم من ذلك التحسسات العالية، إلا أننا إذا منعنا هؤلاء الأطفال من الأطعمة المتحسس لها ما ثبتت البحوث بأن هذا المنع يؤدي إلى تحسن في سماتهم التوحدية. لذلك أكثر الناس مترددين في الحمية لأن الحقيقة نتائجها غير واضحة المعالم وغير دقيقة، وما تقدر تتأكد بأن النتائج إيجابية. بالإضافة إلى كن أن النتائج غير مضمونة، أيضا أنه تطبيقها من الناحية العملية صعب، لأنه لازم تمنع الطفل وهو طفل من أن يتناول كل المواد وكل الأطعمة التي فيها شيء من الجلوتين أو من الكاسين، يعني بين قوسين أي طعام فيه طحين أو مركبات الطحين ويا مكثرها، وأي طعام فيه مركب من الحليب والألبان ويا مكثرها، لازم تمنع على الطفل. فمن ناحية الواقعية هذه العملية جدا صعبة، وإذا حصلت فإنه في الغالب تخترق، خاصة أن الطفل إذا ذهب إلى مكان آخر، بيت الجد أو بيت الجدة أو دخل إلى الروضة أو دخل إلى معهد، في المكانات اللي يكون بعيدا عن النظر غالبا يصعب تضبيطه، وبالنتيجة الحمية ستفقد قيمتها بمجرد ما أنه يخترق الطفل القواعد الأساسية في قضية الحمية، وهو أن يأكل ولو قليل من تلك المواد. النقطة الأخرى اللي دائما تعوق فكرة تطبيق الحمية هي قضية غلاء الأطعمة اللي تكون تستخدم في الحمية أيضا، وعدم توفرها بصورة سليمة بصورة سلسة. يعني غالبا البيوت مو كلها تستطيع أن توفر تلك الأطعمة بصورة يعني سلسة. النقطة الأخرى اللي تصير أنه الطفل عندما يتحدث في طعامه أيضا نزيد صعوبات على أمه اللي هي معقدة أمورها باتجاه التدريب والانتباه على الطفل، نضيف أيضا صعوبات على الطفل نفسه اللي هو يعني لا يستطيع أن يندمج بسبب عدم قدرته حضور حفلة مثلا عيد ميلاد أو جلسة عائلة فيها طعام مكرر، أو وجود بعض الأقرباء اللي يجلس معه بصورة احتفالية. فبالتالي خسائر الحمية أيضا كبيرة من حيث الضغط على الأم والضغط على الصرف والضغط على عملية يعني الوقت المستنزف وعلى فرص الطفل بالتدريب. الناس بصورة عامة، بعض الناس يعني عندهم القدرة في ضبط أطفالهم بالحمية، لكن كثير من الناس يجدون صعوبة في تطبيق الحمية. المطلوب إذا ردنا نجرب الحمية، أنا بتقديري لها سببين. مثلا أنا أجد أن طفلي لا يستجيب للتدريب على الرغم من أن تدريبي مركز ولفترة 6 أشهر، فلا بأس من تجربة الحمية في ذلك وانتظار نفعها إلى 3 إلى 6 أشهر. فإن حسنت ابني وساعدت في تطويره استمريت فيها في السنة أو سنتين.
وإذا لم تحسن بثلاثة إلى ستة أشهر فالأولى تركها، لأنها مجرد أنه تحدد الأم وتعقد موضوع التدريب. النقطة الأخرى في الحمية، إذا أنا وجدت ابني بالإضافة إلى كانه بطيء في التعلم وبطيء في الاستجابة للتدريب، ووجدت أنه في البصمة الغذائية بالتحليل لديه تحسسات منوعة من الأطعمة، فقد يكون من المعقول تجربتها للحمية، لأنه فرصة أن يكون يستفاد أكثر من الطفل اللي ما عنده تحسسات في الأمعاء. أكيد أن هناك كثير من الترابط بين موضوع الكربوهيدرات اللي ناكله احنا، واللي مقصود فيه هنا الكربوهيدرات اللي موجودة في الطحين والموجودة أيضا في مركبات الحبوب كلها، وبين موضوع البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء. فمن جهة أخرى بعض العلماء يعتقدون أن الأمعاء تحتوي على بكتيريا لازم تكون نافعة، لكن البكتيريا النافعة بعض الأحيان تتزاحم معها بكتيريا مرضية في داخل الأمعاء، والبكتيريا المرضية الموجودة في داخل الأمعاء تتغذى بصورة رئيسية على الكربوهيدرات، فتقليل الكربوهيدرات على هذه البكتيريا أحيانا يضعفها ويقلل من سميتها في الأمعاء. ولكن بعض العلماء يقول أن الأفضل من ذلك أخذ البروبايوتيك أو البكتيريا النافعة من أجل مزاحمة تلك البكتيريا المرضية في الأمعاء وتقليل تأثيرها السمي على الجسم. لا شك أن طعامنا مهم جدا بالنسبة لنا، وأن الأمعاء فيها موانع تمنع امتصاص السموم الموجودة في الأطعمة اللي نأكلها وأيضا البكتيريا السموم التي تفرزها البكتيريا في داخل البطن. هناك أيضا مانع يعني موجود على بطانة الأمعاء مع منظومة مناعة قوية على جدار الأمعاء تحاول دائما أن تمنع أي من الأمور السامة أن تعبر إلى داخل الجسم. يعتقدون أن تلك البكتيريا اللي هي يسموها نورمال فلورا أو البكتيريا النافعة أو العايشة بصورة طفيلية معانا هي السبب في استقرار أو في امتصاص كثير من الأشياء المهمة. ولذلك أنا غالبا أنصح كثير من الأخوة بالاهتمام بموضوع البروبايوتيك وإعطاء أطفالهم البروبايوتيك، وخاصة البروبايوتيك المصمم للأطفال اللي بيهم توحد، لأن هناك بعض الأصناف من البكتيريا النافعة تشتغل بصورة دقيقة على أطفال التوحد. في سوقنا في العراق وبعض الدول العربية غير متوفرة، لكن في كثير من الدول الأوروبية تستطيع أن تجد فورملة خاصة أو خلطة خاصة لتلك البكتيريا النافعة التي تمنع امتصاص السموم من خلال مزاحمتها للبكتيريا المضرة بالضبط على أطفال التوحد وأطفال فرط الحركة. فلذلك أتمنى أيضا من الأخوة اللي موجودين في دول أخرى إذا وجدوا من تلك الأنواع من البروبايوتيك بعض الأسماء العلمية الموجودة أو بالبراندات التجارية ممكن إرسالها لنا حتى نستطيع أنه نوفرها لإخوتنا الموجودين في العراق. إذا طبقت الحمية هناك بعض الأمور اللي لازم تخليها في بالك. أول شيء أنا ما أحبذ أن تستخدم الحمية على الجهتين في آن واحد، لا بأس من أنه واحد يجرب في البداية حمية الجلوتين، يعني نمنع أول شيء إذا نريد نجرب الحبوب ومشتقاتها من الطعام حتى لا نستطيع لا نغير على الطفل بصورة مفاجئة بمادتين مهمة اللي هي الألبان والحبوب في آن واحد. وأنت تمنع طفلك من أنه يأخذ الحبوب ومركباتها، يعني بين قوسين تقطع الجلوتين أو تعطيه جلوتين فري دايت أو تعطيه وجبات الخالية من الجلوتين، لازم تنتبه إلى شغلة مهمة، أنه كثير من الحبوب فيها ألياف، وهذه الألياف نافعة للأمعاء، وإذا قطعت عنا هذه الحبوب بالغالب يحصل عنده إمساك أيضا وتتأخر بطنة في أنه تخرج الفضلات. فعليك إيجاد بديل لتلك الألياف من خلال زيادة الخضروات إن أمكن،
ومع الأسف كثير من الأطفال في طيف التوحد لا يحبون الخضروات والفواكه، وبالتالي نواجه مشكلة في تعويضهم في الألياف. فالمفروض تحاول في هذه الحالة أن تعطيهم جزء من الألياف اللي موجودة في الصيدليات على شكل باودر، ممكن وضعها في العصائر أو في أي أشياء يحبها الطفل، ألياف مثل نخالة الحنطة. غالبا الطفل يصير عنده إمساك، يجب الانتباه على ذلك وزيادة جرعات الماء اللي يشربها والسوائل لمنع الإمساك عند الطفل اللي تقطع عنه الحبوب ومركباتها والطحين وغيرها. إذا أعطيت الطفل أنت ألياف وعوضته، لازم تنتبه أنه كثير من الفيتامينات وخاصة فيتامين بي يأتي أيضا مع الحبوب، فعليك تعويض طفلك بالفيتامين بي وخاصة بي 6 وأيضا الفوليك أسيد. ولا بأس من إعطاء طفلك مجموعة فيتامينات منوعة كتعويض للطفل إن بدأت معه حمية اللي هو منع الجلوتين أو الحبوب من الطعام. وإذا استقر الطفل بعد ذلك على الجلوتين لفترة جيدة، تبدأ بعد ذلك بإضافة حمية الكازعين. حمية الكازعين يعني تبدأ بمنعه من أكل كل ما يحتوي على الحليب من مشتقاته، مثلا الآيس كريم والحليب وبعض أنواع الكيك اللي فيها الحليب والألبان والأجبان وكل ذلك. فإذا فعلت وضفت فعلت يعني ضفت الكازعين إلى منع الكازعين، يعني وقفت الألبان، فالمفروض تنتبه بأن الألبان فيها كثير من الدهون أيضا النافعة، فعليك تعويض الطفل ببعض الدهون النافعة، وخاصة يمكن إضافة مركبات الأوميغا 3 اللي هي فاتي أسيد، هذه الحوامض الأمينية النافعة. الأوميغا 3 والأوميغا 6 والأوميغا 9 ممكن إضافتها عندما تبدأ أنت بحمية الحليب ومشتقاته. أيضا الانتباه بأن الطفل اللي تقطع عنه مركبات الألبان راح يصير عنده في الغالب نقص في الفيتامين دي وفي الكالسيوم، فعليك بتعويض الطفل بإعطاء الفيتامين دي بصورة منتظمة وبقياسات محددة من قبل طبيبك وخاصة طبيب التغذية، وتعويضه أيضا بالكالسيوم. بصورة عامة نقص الفيتامين دي جدا مؤذي لطفل التوحد، لأن هو المسؤول عن تنظيم جهاز المناعة وله وظائف كثيرة أيضا عند الطفل، والمطلوب من عندنا أن نبقي دائما الفيتامين دي بصورة من مرتفعة دائما عند طفل التوحد لأهميته القصوى في أطفال التوحد وأيضا الأطفال العاديين. هذه المعلومات تخص الحمية. نلخص الخاطرة اليومية الآن بموضوع الحمية، أنه الحمية الأدلة العلمية لم تثبت نفعها إلا في أمراض ما يسمى بالسيلياك ديزيز اللي هو التهاب الأمعاء الناتج نتيجة تحسس الحنطة، وهذا معلوم يشخص بطريقة واضحة وله أعراض في الأمعاء. عادة الطفل يأتي لديه إسهال، فأما فيما عدا ذلك فكثير من الأطفال اللي يجون ما عندهم أعراض في الأمعاء وإذا جربت معاهم الحمية قد يصل 80% لا يستفادون من الحمية، ولذلك القفز إلى الحمية أنا أشوفه يترك للضرورات، وخاصة إذا كانت الأم يعني مكبلة بكثير من الالتزامات، فإرهاقها بالحمية على شيء غير مضمون دائما يكون متعب لها. النقطة الثانية في الحمية، حميتي الكازعين والجلوتين إذا أردنا نجربها في حالتين. الحالة الأولى عند تأخر الطفل في الاستجابة لتدريب منهجي منظم، وعند وجود ارتفاع بمستويات الحساسية في الأمعاء، حتى إذا كان الطفل لا توجد لديه أعراض في الأمعاء. غالبا المريض عندما يأتي يراجع نقول له افعل تحليل بصمة الغذاء، فتظهر الحساسية كثيرة والطفل غالبا ليست لديه أي أعراض في الأمعاء. هؤلاء إذا اشتدت التحسسات هناك فرصة أكثر من الأطفال العاديين أن يستفيدون من الحمية، وبكل الأحوال لا توجد أي ضمانات بنفع الحمية. لذلك أنا أتمنى أيضا من المتابعين المجربين للحمية أن يكتبوا خبراتهم، كم من الأخوة اللي جربوا الحمية استفادوا، فأرجو منكم حتى نستطيع أيضا أن نستفيد من خبرات الآباء والأمهات اللي جربوا الحمية، راح نستفيد من التعليقات اللي تصير أسفل هذا الفيديو.
هناك نقطة كلش مهمة أحب أن أذكركم فيها، أنه حمية الأطفال من الجلوتين والكاسيين، وأيضا نقص بعض المواد والفيتامينات غالبا ما تستغل من بعض الأخوة ومن بعض الناس الذين يدخلون إلى علاج التوحد هكذا من أطباء الأعشاب من أجل بيع بعض المنتجات ومن أجل الكسب المادي. هذه المنتجات في الغالب غير نافعة، وخاصة تلك التي تصنع يعني في البيوت أو في العيادات الخاصة، والتي لا تصنع في مراكز معروفة ولم تأخذ شهادات التقييم المعروفة في الأدوية والمكملات الغذائية. أطلب منكم وأكرر أنه لا تقعوا في تلك المصائد، لأنه كثير من الإخوة دفعوا كثير من الآلاف من الدولارات مقابل أشياء واهية وغير نافعة. وأذكركم بأن كل ما هو نافع ممكن أن تجد له رصيد في الإنترنت من خلال مؤسسات بحثية واضحة، يمكنكم الدخول خاصة للمتمكنين باللغة الإنجليزية للمواقع الرصينة لمعرفة رأي العلم في تلك المكملات ونفعها. كثير من المكملات الموجودة نفعها محدود وليست هي العلاج للتوحد، لأنه للأسف الشديد التوحد نفسه ليست له لحد الآن علاج واضح، إنما عادة نستطيع أن نعالج الأعراض والسمات التي تظهر مع التوحد. وأي شخص يخبرك بأنه لديه علاج للتوحد أعتقد هذا شيء من التنطع ويعني المبالغة الغير علمية، والدول اللي معروفة لها سبق في هذا العلم لم تصدر لحد الآن ما يؤكد وجود دواء بعينه يستهدف محور التوحد، إنما كثير من تلك المكملات هي مكملات غذائية عادية تنفع الطفل بطريقة محدودة كما تنفع الطفل العادي والمتوحد. هذه معلومة أريد أخليها لأن غالبا يسألوني. فالآن بعد هذا اللايف راح أفتح لايف أسئلة وأجوبة للأخوة اللي عندهم أسئلة حتى نساعدكم في حل بعض المشاكل اللي تواجهوها. وأني طبعا دائما أحبب أن أجيبكم حتى تقللون من الاستشارات وتكونون أنتم مديري ملفات أولادكم، لأن الحقيقة لا يوجد شخص يستطيع أن ينفع طفله بقدر الأب والأم. نحن مجرد نقودكم باتجاهات العلمية وننصحكم، والملف كله يكون بيدكم مفتوح، وتعرفون التدريب معروف والأدوية وأين مكانها. شكرا ونشوفكم على خير. بعد دقائق نفتح مرة ثانية.